أحسن الله إليكم صاحب السؤال الثاني، يقول: ما حكم العمل في بيع محلات بيع الجوالات حيث يستخدمون الكثير من الموسيقى في هذه الأجهزة؟ إنك تحاول إصلاح هذا الشيء وأن لا يجعل فيها موسيقى وأن يجعل فيها رتم بدون موسيقى، فإذا قبل وعدت بهذا الشيء وإلا تفتح العمل إلى محل آخر، ابعد عنه إلى محل آخر.